السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم حل لمشكله لاج او بطء او التقطعات في الالعاب والتطبيقات. يعني ما اعطيكم مثال، مثلا تلعب لعبه بوبجي او كول اوف ديوتي او تفتح بعض التطبيقات تلاقي فيها لاج او بطء في اللعب، يعني في اللعبه فيها بطء او لاج في اللعبه. فانا جايب لكم حل لهذه المشكله، يعني من خلال تطبيق تحمله فيقوم هذا التطبيق بتسريع التطبيق او اللعبة على جهازك. فما بطول عليكم في الفيديو. طبعا التطبيق حصل على 100 مليون تحميل، 100 مليون تحميل. طبعا جايب لكم النسخة المدفوعة، النسخة المدفوعة اوكي، جايب لكم مجانا يعني بدون ما تدفع اي شيء مجانا. فالناس ما تشوفون هذا هو التطبيق، الناس ما تشوفون هذا هو التطبيق اوكي. الحين بشرح لكم، عندي راح بجرب امامكم عندي التطبيق، الناس ما تشوفون هذا هو التطبيق. هذا التطبيق لما تفتحه تطبيق بيانو اوكي، لما تفتحه فيها لاج يعني ما يشتغل، بس لما شغلته بهذا التطبيق التطبيق يشتغل 100% بدون لاج. الحين راح بجربه، الناس ما تشوفون هذا هو التطبيق البيانو، راح بجربه امامكم. شوفوا هذا التطبيق بيانو، شوف الصوت مرتفع، الناس ما يشوفون الصوت اوكي، شوف الصوت، الصوت مرتفع اوكي. الحين اذا اعزف على البيانو ما قاعد يعزف، فيها لاج شوي، يعني انتم تشوفون لاج كل شيء، يعني ما تشتغل ما يعني ما يعزف اوكي. الحين راح احل هذا المشكله بطريقه جدا سهله، فبهذا التطبيق اللي راح بتحصله في وصف الفيديو. هذا التطبيق اللي راح يسرع لعبه او تطبيق من جهازك، يخليه سريع يعني بدون لاج. فنفتح التطبيق حتى اشرح لكم. اول ما تفتح التطبيق، هذا واجهه التطبيق اوكي، واجهه جدا سهله اوكي. الناس بتشوفون هذا واجهه التطبيق. الحين حتى تضيف التطبيق اللي تريد يسرعها او يعني تحل المشكله اللاج، بس تضغط على علامه الزايد اوكي. الحين بيعطيك هنا بيبحث يعني يجيب لك كل التطبيقات اللي في هاتفك، تنتظر لما يجيب لك كل التطبيقات اللي في هاتفك. الناس بيشوفون هذا هو كل التطبيقات اللي في هاتفي اوكي، الناس بيشوفون كل التطبيقات اللي في هاتفي اوكي. الحين مثلا اختار ابحث عن اللعبه او التطبيق اللي فيها لاج، بس حط علامه صح اوكي. انا اعطيك مثال، مثلا اي تطبيق مثلا هذا اللعبه، بس حط علامه صح واضغط على ايديت ويتم اضافتها في قائمه اللي يكون يسرع اللعبه. انا ضفت هذا البرنامج من اول، التطبيق الاول الموسيقى البيانو من اول. الحين راح بشغله، شوف كيف يشتغل بدون اي مشاكل. الناس بيشوفون هذا هو البيانو، نفتح البيانو اوكي، فراح يسرع اللعبه بدون ما يجيب لك اي لاج في التطبيق، يحل لك المشكله التقطع واللاج. نفتح التطبيق، نفتح البيانو، الناس بيشوفون البيانو يعزف، ناس ما يشوفون بدون اي مشكله. راح يحل مشكله التقطع في الالعاب والتطبيقات، راح يحل مشكله البطء في الالعاب. يا شباب هذا التطبيق مضمون 100%، يعني حصل على 100 مليون تحميل. انا انصحك انك تحمله اذا كان عندك لاج في الالعاب او مشكله في الالعاب او تقطع، فحمل هذا التطبيق. راح شغل اللعبه من داخل، شغل اللعبه يعني شغل اللعبه من التطبيق هذا نفسه، بحط ضيف اللعبة لهذا التطبيق وشغل اللعبة من داخله، راح بيحلك مشكلة اللاج. وبس هذا هو التطبيق. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وافعل زر الجرس. مع السلامة.